تعرف ايه عن الهالوين؟ الهالوين؟ هالوين ايه؟ الهالوين والله انا ما سامع. الهالوين عيد الهلع. عيد الهلع؟ الهالوين والله ما اعرف عنه حاجة. الحلوين. الهالوين. الهالوين؟ ده عيد. دي عيد بتاع ايه؟ طب عيد دي عبارة عن عيد ايه مثلا؟ العيد ده الامريكان او الغرب بيحتفلوا بيه، اغلب الغرب يعني بيحتفلوا بيه، اللي هو عيد اله الموت. لا احنا نعرف عيد الام، عيد الحب. انما الكلام اللي انت بتقوليه ده مالناش دعوه. الهالوين ده اللي هو مشهور في عند الامريكيين وكده الاجانب، وبيجيبوا زي عارف زي الشمام كده، بيخرموه بيعملوا له وش وبحطوا فيه نور من جوه كده، وبنكروا بجرون وعفاريت وحاجات من دي. تعرف ان هو حرام طبعا؟ ايوه طبعا. ممنوع الاحتفال بيه؟ ما يعرفش. هو ممنوع؟ ايوه ممنوع. انت مش ممنوع عندك صح؟ يبقى ممنوع عند. تمام. اللي هو عيد كده بيعملوه بره، اللي هم الناس بيلبسوا لبس وزع شوكولاته وحوارات من دي، بيتنكروا يعني. على ما اعتقد ازياء تنكريه حاجه زي كده، بس ده اللي اعرف. تعرف ان هو حرام؟ في الاسلام حرام. عشان حس عيد محرم اول حاجه. تاني حاجه ان نص الشعب اصلا بيشتم فيه، لان السعوديين كانوا عاملين من الهالوين وكده الناس كلها والشيوخ الجامع والكبارات الدين قعدوا يقولوا حرام، وازاي ده انت اكتر دوله مسلمه ومحرم. المفروض التركي الشيخ كان بيشكوله، طلع هو كمان عامل ماسك هالوين، وكانوا قاعدين بيشتموا في تركي الشيخ والسعوديه كلها عشان هي اكتر دوله احتفلت بالهالوين. ما اعتقد هو حرام، مش ينفع تحتفل بيه عشان كده النبي شعلنا من على كده. هم اصلا ما كده بيعملوا عكس في الكويت وبس. كون امتى بقى؟ راس السنة، حفلة راس السنة. هالوين في راس السنة؟ ليه؟ دي معلومات. هالوين اللي هي الأشباح والعفاريت وكده. بيعملوا ايه فيه يعني؟ بيعملوا ايه؟ يعني مثلا زي يعني السينما وكده ولا ايه؟ انت شفت الاحتفالات في السعودية؟ السعودية دول خلاص. عايزة رسالة من خلالك ليهم؟ لا ربنا يهدي أمهم. خلاص فجروا. لا والله المفروض ان دي بلد المسلمين، بس هم في مكة لسه ماسكين شوية يعني. الرياض وجدة هم اللي خلاص مش عادوا سعودية، المدينة ومكة بس للسعودية، والباقيين كلهم خلاص بقوا فجر كفر. رأيي ان هم ايه ما بقوش يعني ده مش شكل المسلمين اصلا، ان هم ايه ده عدوا مرحلة الفجور اصلا. ده بلد انا بحبها جدا وبحترم. حتى فاحتفلوا بيه بحترمها جدا. هم حرين، كل بلد لحرة في نفسها. لهم رسالة بقى بعد ما اقول؟ طبعا السعودية اخواتنا وحبايبنا، وجميع الدول العربية حبايبنا، واحنا تحت امرهم في اي حاجة. انا بتكلم عن الاحتفال نفسه يعني. على الاحتفال هم حرين، ما نقدرش نقول غير كل واحد حر التصرف. شايف ان دي حرية شخصية؟ طبعا كل واحد حر، محدش له دعوه بالتاني. طب هنعمل مقلب صغير في حد من اهلك، هتكلم باباك مامتك صاحبك اخوك اي حد، تطلب منه 10,000 جنيه علشان تحضر حفله الهالوين في اسكندريه، شوف رد فعله ايه. اكلم اخويا. افتح بس السبيكر. رد يا ما احمد. ايه عامل ايه الاول؟ طيب بقول لك انت في البيت مين؟ زياد. اللي مين؟ اخوك مش مسجل رقمه؟ انا عارف ان انت يا اسطى عاملهم وبتقعد اجمشه وكده وعاملينهم كده وفلوس، فعايز منك يا اسطى 10,000 جنيه اروح حفله الهالوين في اسكندريه. بس الو يا يا ما عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اوكي في ولاد اصحابي عاملين حفله ولاد اصحابي عاملين حفله تنكريه بتاعت الهالوين دي في اسكندريه. انا عايز اطلع. انا عايز منك 10,000. عايز 10,000 جنيه عشان اطلع. عايز كام يا بابا؟ 10. عايز 10,000 جنيه. هتخلص ولا تخلص انت يا حاج؟ هتجيبيهم طيب ولا لا؟ جيبك الشيخ. مش هتجيبيهم؟ تقول ايه؟ اجيبك يا ست.
بس انا هديني 10000 الاول. اديني 10000 وتجيب 3 اصيل. خلاص يا ستي جيت يوم الجمعه واخدهم مني. طب بص الحفله دي بقى فيها ممثلين، اسمعيني الحفله دي بقى فيها ممثلين وشرف وخمرة حشيش والكلام ده. اطلع يا مشروع. مش هروح يعني؟ مشروع اشرب واشرب بيرة. ماشي يا سيد. يعني ايه رايح؟ رايح مع واحدة صاحبتي وكده، وهروح معاها وبنات وشرب وكدرت وريد بول وحاجات. هتيجي معايا يا عم؟ وانت في عرض ب 15. عرض ب 15؟ 15000. امال 15 جنيه؟ والله يا بلاش يا عم. هتيجي معانا؟ اه يا عم. اعمل حسابك في 10 كمان عشان لو حبينا نصيف وكده. ماشي خلصان. ايه؟ بقول لك خلصانة. خلصانة يا صاحبي. طب بص. دلوقتي هات الفيزا اجلبها من ابوك وحط تليفون ابوك عشان تمسح من على التليفون الرساله. خلصانه؟ تمام يا صاحبي، هستناك كمان نص ساعه كده. ماشي خلصانه يا دار. الحفله معايا عايز تطلعها؟ اه. فين الحفله دي؟ الحفله دي فين؟ في اسكندريه. اسكندريه؟ اه في اسكندريه، وانا عايز اطلعها. اه انت شو بترفض لي طلب؟ ايوه. وفيها بنات هيبقى وشرب وحاجات كتير وهيبقى مليطة يعني. من رأيي؟ اه. خد 10 جنيه واطلع كفر الشيخ. انا مش بهزر والله، اخلص بقى. عايز 10000 جنيه. اه. ماشي. ايه؟ هتعمل ايه؟ تعالى خد ال 10000 جنيه، هتعوزه امتى؟ عاوزه امتى؟ النهارده. طب اسكت يا كبير. اقفل بس عشان شكل ادب عليك. شكل ادبك يا عم. ليه يا عم؟ خد بس. اقفل ازاي؟ طب هستلفهم منك. طيب لسه قافل انك قبض جمال امبارح. لو اتغبيت عليك هزعلك يا زلمه. حرام. يا باشا بص، الحرام هنروح لاي شيخ، دي مش حرام. تمام، بالرشوه. اه عادي، كل حاجه باللي فلوس شغال. خلصانه. ماشي خلصانه. على هنخش النار على مكنه ريس بقى او داي ست. احنا كل بميكروباص 14 راكب. خلصانه. ماشي سلام. طب بقول خلاص والله اخر حاجه بس. خد بس والله اخر حاجه، اقسم بالله. على فكره يا اسطى ده مقلب حبيبي. تسلم. قلت ده مقلب عاملينه في. ماشي، عايز حاجه؟ ماشي. ايه ده؟ والله الحمد لله. مش تليفوني مانع على الهوا الوقت. اجف لي. ماشي حبيبي. ماشي. الله يسلمك. خلاص. ايه ده؟